سلام خواتاتي الزلف اللي كنت ان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامله بخير وبصحه جيده. اول شيء نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير. اليوم جبت لكم واحد لا فيديو صغيره خفيفه ظريفه كيما نقولوا. جبت لكم عصير تاع الجزر ولا زروديه كيما نقولوا لها بالعاميه. اذا عندنا هنايا كميه تاع زروديه كيما شفتوا واحد كيلو هكاك، نقطعها راح نطيبها في الماء. هالي كيما شفتوا اذا قطعتها دي غوندال صغار. راح نضيف معاهم اذا زوج حبات تاع الخوخ وزوج حبات قارص وزوج علب تاع ياغورت. بعد ما قطعتها طبعا راح نفرغ عليها ما يكون بارد ونحطها فوق النار حتى تطيب تماما. هاي الزروديه تاعنا هنايا كانت طابت، راح نضيف عليها كاس تاع السكر ونضيف عليها ايضا هذوك الحبات تاع الخوخ. نعاود هنايا نحطها فوق النار واحد دقيقه هكاك ونطفي عليها ونروح نميكسي كلش طبعا في الروبو ولا الميكسور كيما راكي تشوفي. هاي لك هنايا اني طبعا رحيت كلش، راح نضيف لها عصير تاع زوج حبات تاع ليمون. كنت عصرت زوج حبات تاع ليمون كيما راكي تشوفي، تقدري تضيفي لها بيان سور كثر كيما تقدري ديري لها غير حبه واحده. نضيف عليها زوج عولب تاع ياغورت، انا خيرت هنايا لوغو تاع لافاني لكن تقدري تخيري اي ذوق تحبي. هنا طبعا ما راحش نخليها كعاقد، راح نضيف له الماء. بالنسبه للكميه تاع الماء ضيفي يعني كي واش حبيتي الماء. هايليك نحطو في الثلاجه اذا العصير تاعنا ونقدمو بارد. صدقيني هذا العصير يجي بزاف هايل وصحي كيما شتي، ما عندوش لي زاسيد سيتريك وكيما اللي يتباع برا. كانت هذه اذا الوصفه تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، و الى عجبتكم بيان سور ديروا جيم لا فيديو ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.